يقول هل المنافق يعلم أنه منافق؟ قطعا أكيد المنافق يعلم أنه منافق، هو النفاق أصلا يعني خبث القلب، شيء خبث في القلب، هذا المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن. والأصل في الإنسان عدم النفاق، والنفاق مرض يصيب الإنسان والعياذ بالله، وما في مسلم منافق أبدا، لكن المنافقين يدعون الإسلام وهم غير مسلمين قطعا. يقول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافق يعني يخالف ظاهره باطنه.